استكمالا لسلسلة محاولات دولية لإيجاد مخرج للأزمة السورية، جرى يوم السبت في مدينة إسطنبول التركية اجتماع أصدقاء سوريا بحضور وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب. واشنطن أعلنت نيتها زيادة المساعدات العسكرية غير القاتلة في الوقت الذي شدد فيه الائتلاف السوري طلبه من الدول الصديقة تزويد المعارضة بأسلحة مباشرة وفعالة. وزراء جميع البلدان المتواجدة هنا في إسطنبول كل واحد منهم ملتزم بحل سياسي سلمي، لكنهم ملزمون أيضا بتخصيص المساعدات وضمان أن تمر بالكامل من قبل القيادة العسكرية العليا. بالنسبة للائتلاف السوري هو سيتابع طريقه من أجل الكفاح السياسي لمصلحة الشعب السوري. العدالة الانتقالية هي جزء أساسي من تفكيرنا، لا يوجد في تفكير المكون السياسي الثوري أي رغبة أو تفكير أو اتجاه نحو الانتقام. وتزامنا مع الاجتماع تظاهر عشرة نشطاء الأتراك المناهضين للتواجد العسكري الأطلسي في تركيا أمام الفندق الذي عقد فيه المؤتمر مطالبين بخروج جنود الناتو من تركيا.